السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم عندي في فيديو جديد. مشيت للدجاج وبيبي واليوم نصور معكم براكة داخل البيت نديرو فيها طيور سمار وطيور الفازو وطيور أخرى. غادي تشوفو معنا كل شيء في الفيديوهات اللي جاية. دابا غادي نمشيو نجبدو البيت ديال الدجاج وديال بيبي. أفكي ولدو هادو جا بيبي هادي جا الدجاج شو نجدو جا ولدو هادو بيضات ميعش هيجو حاطرين على ديالاتان وشوية ديال زيت العود. يلا هم معايا نطرفو شوية مكان العامل. خوت اللي عنده شي فكرة أو لا شي حاجة يكتبها لي في التعاليق، آراءكم كتهمني. يلا خوت الله وكل شي فيديو جديد إن شاء الله. فيه غادي نوريكم الشكل النهائي ديال البراكة وشنو غادي ندير فيها. يلا تهلاو.